أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من أمنيات، حضرنا لكم فيها فقرات متنوعة بمناسبة شهر رمضان الكريم. بنحكي فيها عن فوائد ونصائح طبية، مسابقات وجوائز، مسلسلات رمضانية وعادات وتقاليد رمضانية. منبلش حلقة اليوم مع زميلنا مراد السبع اللي محضر لنا فيها فقرة حلوة كتير بنحكي فيها عن العادات والتقاليد الرمضانية. مراد، شكرا آسيا، وكل عام وأنت بخير، وأيضا أنتم مشاهدينا الكرام كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. هذه الفقرة تقدم لكم برعاية تلفزات ART. شاهد أكثر من 50 محطة عربية بدون الحاجة إلى ساتلايت. رمضان أحلى مع تلفزات ART. الحقيقة في كل بلد عربي عنده عادات وتقاليد رمضانية خاصة، سواء من ناحية الوجبات الرمضانية أو الشعائر الدينية المتبعة. في فقرة اليوم راح نتحدث عن هذه الوجبات الرمضانية في منطقة المغرب العربي، بعد توجيه التحية لكل أبناء جاليتنا العربية من منطقة المغرب العربي في كندا. المملكة المغربية بلد جميل له عاداته وتقاليده الحياتية الخاصة إلى جانب شعائره الرمضانية المميزة. ومن أهم الوجبات المغربية على مائدة الإفطار الحريرة، أو كما تسمى باللهجة المغربية الحريرة، وهي عبارة عن شوربة مكونة من العدس وحب الحمص إلى جانب مقدار قليل من الشعرية واللحم، ويضاف إليها أنواع متعددة من البهارات ومن الحلويات، وتعتبر الشبكية هي الطبق الرئيسي، وهي إلى جانب البريوات والتمر وسفوف وأنواع أخرى متعددة. أما في تونس فتعتبر وجبة عين سنورية من الوجبات الرئيسية، وهي عبارة عن مزيج من شرائح اللحم والبيض المسلوق إلى جانب الجبن المبروش، مضافا إليها التوابل، وتستغرق مدة صناعتها نحو 15 دقيقة. إلى هنا مشاهدينا الكرام، ونأتي إلى ختام هذه الفقرة والتي تحدثنا فيها عن عادات رمضانية في الشارع العربي. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. هذه الفقرة قدمناها لكم برعاية تلفزات ART. شاهد أكثر من 50 محطة عربية بدون الحاجة إلى ساتلايت. رمضان أحلى مع تلفزات ART. أهلا وسهلا فيكم مجددا. هلا مع بعض بنطلع على فقرة محضرت لنا إياها الزميلة لانا عن الأعمال الدرامية اللي بتنبث على الفضائيات بمناسبة هذا الشهر الكريم. لانا، أهلا آسيا. شكرا مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم عبر برنامج أمنيات في أول حلقة من فقرة الدراما الرمضانية. بالبداية بنحب نقلكم رمضان سعيد وصيام مقبول وإفطار هني. فقرتنا الخاصة نتحدث فيها عن أهم المسلسلات التلفزيونية اللي عم تعرض خلال شهر رمضان عبر شاشات التلفزة والفضائيات العربية، واللي نتمنى أنكم تقضوا سعيد معه. اليوم حابة أنه أحكي لكم عن أحد المسلسلات الرمضانية الضخمة واللي نالت إقبال جماهيري كبير في أنحاء الوطن العربي، باب الحارة. مثل ما بنعرف استمر هذا المسلسل على التوالي خلال أشهر رمضان الماضية بعدة أجزاء، وبهذا العام رح نتابع الجزء الخامس. هذا المسلسل من إخراج بسام الملا، من بطولة صباح الجزائري، وفاء موصلي، ميلاد يوسف، قصي خولي، أناهيد فياض، إمارات رزق، سحر فوزي وغيرهم من كبار الممثلين. طبعا هذا الجزء حيكون فيه مفاجآت كبيرة وأحداث جديدة وغامضة بنفس الوقت. أكيد عزيزي المشاهد حتكون متشوق لتعرف تكملة أحداث الجزء الرابع. قبل فترة عرض المسلسل لهذا العام سمعنا كتير شائعات وتوقعات عن استبعاد بعض من أبطال المسلسل، إنهاء دور بعض الشخصيات المحبوبة بالمسلسل مثل معتز والعقيد أبو شهاب ومرت العقيد. ومن بعض الأحداث المتوقعة سمعنا أنه عصام وأخوه معتز سوف يصابوا بإطلاق ناري على يد أبو طاحون اللي استأجروا أبو جودت، ومصيرهم غير معروف. وكمان سمعنا أنه مأمون بيك حيكون جاسوس في فرنسا ورح يتجوز من فريال ورح يتابع بشراء الأراضي من أجل القوة والنفوذ. يا ترى هل هاي التوقعات والشائعات حتكون صحيحة؟ خلينا نتابع مع بعض أحداث باب الحارة خلال هذا الشهر، ونتمنى أن ينال إعجابكم. ولهون نختم حديثنا الموجز عن مسلسل باب الحارة، وبتأمل أنه أنا وأنتو نستمتع ونستفيد من هذا المسلسل، وتابعونا بالحلقة الجاية من أمنيات وحديث جديد عن مسلسل رمضاني آخر راح يعرض خلال هذا الشهر. لإعلاناتكن على برنامج أمنيات اتصلوا فينا على 416-595-6161. عروض مميزة ابتداء من $100 شهريا. اتصلوا فينا اليوم وسوا منطور إعلاناتكن لمستوى أفضل. مع أمنيات بزنس أكثر ومدخول أكبر.